برا الكره ممتازه ناحيه شوتي، شوتي بسام، شوتي بسام تسديده، والحارس نجيب غول في المكان المناسب. كانت المضايقه من خالي زكريا والقرع، اذا مخالفه لصالح شباب اهلي برج بوعريج، تسديده قويه ممتازه كقلب هجوم زواري يعود تماما على الجهه اليمنى، وسوغار يلعب كمهاجم ثاني عن طريق مترف، مترف كرته طويله مباشره نعيد بن عون، خطيره خطيره، فوزي شوشي في المكان المناسب، فوزي شوشي في المكان المناسب بعد كره ممتازه في العمق ناحيه بن نحول الذي لم يحسن استغلال هذه الكره. شوف هنا كان يريد رفع الكره بتسديده قويه من لال، من لال تسديده مباشره في احضان الحارس، نفد اللقطة، الحكم يقول تماس لصالح شباب أهلي برج بوعريج، كانت عرقلة على أحد لاعبي اتحاد بن عباس وكرة طويلة لال مرة أخرى، كل الكرات تمر على هذا اللاعب من لال، خطيرة هذه كرة خطيرة، شفناها هي الإعادة، كانت الكرة من مفتاحي بعد، شوف هنا كرة من مفتاحي بعد عن طريق من لال يتفوق عليه القرع، ثم التسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة اصطدمت بتصد أروع من الحارس نجيب غول، كان لها الحارس نجيب غول بالمرصاد، لأن كرة ناحية زيارة، تسديدة تسديدة، والحارس نجيب غول، نجيب غول في المكان المناسب بعد تسديدة قوية، كانت نقصة القوة تاعها بعد ان صدر، وفي هذه اللحظات الحكم السيد المباراة اذا انتهت كما بدأت، مزيان اتحاد بن عباس هو الاخر.